مستخدمين يديروا ريبورتات ديالهم المحكمات تكون بالكميه الكافيه واللازمه. والاضافه للتباعد الاجتماعي ما نلقاوش طبله ولا نلقاوش طبله، طبله خاويه طبله حمر، هي اللي قلنا 50 ثانيه من الطاقه الاستعراضيه للمقاهي والمطاعم. هو انه كياخذ بالدواء ديالو ويحتار ويقدر يرجع له حتى بعد ما يتشافى، اما اللقاح ما كيسلب حتى. وبالتالي الله يرضى عليكم ما بغيناش نضطروا. البلاغ الاخير لوزاره الداخليه حول بعض ازقه مدينه طنجه والحاله الوبائيه في مدينه طنجه، تم العمل لاغلاق الاحياء. احنا اليوم شاركنا في واحد الحملة تحسيسية بمشاركة مع السلطات المحلية اللي كتمثل في الملحقة الإدارية مدينتي اللي كيكون القائد ديالها محمد هلال، والملحقة الإدارية الأزهر اللي القائد ديالها رضا بار. احنا اليوم قمنا بواحد الحملة تحسيسية للمجتمع ديالنا اللي كنبينوا لهم بأن الفيروس راه ما حيدش، راه مازال كاين، وعيناهم باش ياخذوا الاحتياطات ديالهم، يديروا الكمامة ديالهم، وأن في العيد الكبير راه كاين واحد مجموعة ديال الاحتياطات اللي لازم يتاخذوها، خصوصا بالنسبة للجزار اللي لازم ياخذ الرخصة من الملحقة الإدارية باش يمكن له يقوم بالذبيحة للناس أخرين. والاحتياطات الواجبة كالابتعاد وعدم الزيارات الأسرية الكثيرة باش نكونوا حافظوا على نفسنا ونحافظوا على المجتمع ديالنا. هذه هي الهدف ديال الحملة ديالنا. اليوم درنا حملة تحسيسية مع السلطة المحلية، مع سعادة القيد ديال الأزهار وديال مدينتي، القيد ديال المدينتي، ومع المجتمع المدني، ومع العون السلطة، ومع الصحافة، ومع سميتو القوة المساعدة. درنا وعينا الناس، والمرض راه باقي تيتمشى، راه واعر، ونوعيهم على الكمامه باش يديروها، ضروري خصهم يديروها، راه المرض كاين، ويحاولوا العيد جاي، عيد سعيد راه جاي، عيد الاضحى، يحاولوا ما يكونوش الناس مجموعين بزاف في البيت، الناس ما يكونوش مجموعين بزاف في البيت. ومن هذا المنبر بغيت الناس يلتزموا بزاف، على حساب هذا المرض راه هو خطير، هذا الوباء راه صعيب بزاف، ويحاولوا يديروا الكمامه، ويحاولوا يبقاو باتساع بزاف. وشكرا للمجتمع المدني، وشكرا لعماله البرنوسي، وشكرا للصحافه. اليوم كانت واحد حمله تحسيسيه برفقه جمعيات المجتمع المدني المحليه السكني والازهر، وقمنا بمرافقه السلطه المحليه في هذا اطار الحمله التحسيسيه للوقايه من وباء كوفيد 19، الوباء اللي مازال مستمر ومازال منتشر، وللاسف مازال كيحصد الضحايا يوميا. قمنا بزيارة محلات، مقاهي، محلات تجارية، وكننصحوهم بارتداء الكمامة، هذا هو النصيحة الأولى، وكذلك احترام شروط الوقاية كالمعقمات ومسافة الأمان. واستغلنا هذه الفرصة بقدوم العيد المبارك، عيد الأضحى الأبرك، بنصيحة المواطنين باعتماد الجزارة فقط المرخص لهم من السلطة، وكذلك التباعد الأسري والعائلي. وكنشكروا الصحافة المحلية والصحافة الوطنية اللي غطات هذا الحدث، وكنشكروا من هذا المنبر شوف تيفي على هذه التغطية الحملة ديالها، وشكرا لكم. اليوم جينا شراكة مع المجتمع المدني والسلطة المحلية التابعة لتراب الأزهر، دار واحد حملة تحسيسية شان الكمامات، وحتى القزار اللي يكون مرخص له، اللي ما كانش مرخص له نطلب من المواطنين ما يمشيو عند حتى شي قزار اخر من غير اللي تكون مرخصه ليه السلطه المحليه. وشكرا لكم، وقلنا نشكروا جميع المواطنين اللي التزموا وتبارك الله عليهم. شكرا، وشكرا للسلطه المحليه في عملات مقاطعه سيد البرنوصي.